نيهاو عليكم. كمان منتج رابح بصراحة، أتوقع منتج رابح كثير مش شوي. 3 في 1 تشارجر، منتج جديد ما انباعش منه كثير، في ناس عملت عليه تيست ونجح معاهم، وفي ناس هلا عم بتبيع منه بكميات منيحة. شو يعني 3 في 1؟ يعني في شاحن للسماعة، وشاحن للتلفون، وشاحن للساعة، وهاي كمان زي ما انتم شايفين ممكن تكون ستاند وتقدر تحط عليه التلفون اذا بدك تحضر اشي. طبعا هذا الحلو فيه انه بتطبق، وكتير الوزن تبعه خفيف زي ما انتم شايفين، وما في اي وزن كتير في موضوع الشحن. لما نستخدمه على المكتب او على اي اطعم جنبينا، لما مثلا قبل ما ننام نحطها، بس لما بتناموا ابعدوا التلفون عنكم عشان الاشعاعات. هذا منتج جديد. بنرجع بنذكر، في عنا خدمة التصوير الفوتوغرافي، تصوير الفيديو للمنتجات، وبنفس الوقت بتقدروا من خلال الروابط اللي تحت تشتركوا في شوبيفاي، تحصلوا على 14 يوم مجانا. تابعونا كل يوم في منتج جديد، ان شاء الله احنا وياكم بنعمل ملايين، انتوا اعملوا ملايين دولارات وانا بدي ملايين مشتركين. يعطيكم العافية، باي باي.